إذن هو يعني ميثاق، هو ميثاق مهم ديال الأغلبية، اللي هو ميثاق سياسي أخلاقي، اللي فيه واحد النوع ديال يعني التزام ديال الأحزاب السياسية لتساند الحكومة، لتساند العمل الحكومي والميداني، باش إن شاء الله نقدروا نزلوا الأوراش الكبرى ديال صاحب الجلالة يعني في الميدان، تعمل في واحد الوقت اللي هو جد وجيز، وكنعتبروا هذا يعني اجتهاد كبير إن شاء الله، وكيبين أنه هذه الحكومة يعني ولا المكونات ديالها الأحزاب هي مستعدة باش تزيد الأمام في هذه البرامج. هو يعني ميثاق اللي كينظم العلاقات بين يعني بالأحزاب لا على المستوى يعني البرلمان بغرفته، وعلى مستوى كذلك رئاسة ديال البرلمان بجوج، وكذلك على مستوى الجهات يعني حتى الجهات اللي كتعرفوا الان رئاسة ديالهم كاين عند الأحزاب بثلاثة، باش كيكون واحد التنسيق، باش يكون التنزيل ديال يعني العمل الحكومي على في الميدان. أنا كيظهر لي بأنكم سمعتوا جميع الأحزاب السياسية كتكلم اليوم وعطات الالتزام ديالها، وسمعناهم في البرلمان، وهذاك الشيء راه تشويشة ما كاين شيء، جميع الأحزاب هي منضبطة وراء الحكومة لتقود إن شاء الله النجاح ديال هذه المرحلة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.